قبل ايام يعني 3 ايام احتجوا واحد العدد ديال الشباب ضد الفصل 222 امام البرلمان. اغلب هاد الناس اللي احتجوا امام البرلمان على الفصل 222 اغلبهم مسلمين مرضى السكري، ضحايا يعني هاد الفصل، ومعهم مجموعه من الاقليات الدينيه الاخرى. يعني احتجوا على قانون ليس منزل، صنعه انسان قد يخطئ. إذن شفتوا فيه هؤلاء الشباب قائمة؟ مارسوا حقهم الدستوري بشكل سلمي يعني، والمقابل هو فين كاين المشكل؟ أنا واحد المجموعة ديال المتشددين ديال يعني المتطرفين حرضوا على العنف ضد هؤلاء الشباب، فوصفهم بأبشع الأوصاف، وطلبوا الدولة والمجتمع بتطبيق يعني أحكام غريبة ليست لها علاقة لا بالدين ولا بالقانون، مثل التعديد او مثل يعني الجلد الى غير ذلك من الاحكام الغريبه جدا. فالمشكل هنا ان هاد الناس كيمسوا بواحد الاستقرار اللي كاين في المغرب، وبواحد الحريات اللي كاينه في المغرب، اللي هي الحق في الاحتجاج وحريه الاحتجاج وحريه التنظيم، يعني واحد ممارسه اللي هي من ضمن الاختيار ديال المغرب. هذا من جانب، ثم ان هاد الناس يعني داروا خطأ وتحاسبوا عليه من بعد واحد المدة قصيرة، إذ أن يعني واحد داعش مؤخرا هذا يعني الفيزازي وهذا النهاري وهذه المجموعة ديال المتطرفين هددتهم داعش بالقتل بالسيوف وبكذا، فبداو كيتشكاو وكيوصفوا هذه الحملة ضدهم بأنها حملة متطرفة في الوقت اللي كانوا كيمارسوا فيه يعني تطرف بدعوى الأخلاق، يعني غرقوا في واحد نزعة أخلاقوية فولكلورية غريبة، ولكن في الأخر شنو بينوا بأنه ما عندهمش أخلاق. لأن ما معنى الأخلاق؟ الأخلاق هو يعني احترام الآخر، احترام الأقليات الدينية، احترام الأقليات الجنسية. هنا فين كتبدأ الأخلاق؟ ملي تحترمني تما فين كتكون تخلق، ولاني ما حد كتوصفني بدوك الأوصاف وكطلب باش نتعذب، فأنت ناقصك أخلاق. ثم كاين واحد المسألة ديال المجموعة ديال الأوصاف ديال الأدب. ما معنى الأدب؟ الأدب هو واحد المفهوم اللي كيخليك تفهم الآخر وتواصل معاه وتفهم يعني الشخصية ديالو وتواصل معاه، وممكن تهديه، يكونوا بزاف ديال التواصل بيناتكم. إلا ما كاينش الأدب، إلا ما كنتيش مؤدب، يعني غادي ما غيمكن لك غير تستعمل هذه الأوصاف ودير الشفقة، في حين أن اللي يعني يشفق عليه هو مثل هذا التطرف وهاد الناس اللي ما غاديينش مع العصر ديالنا والى ذلك. فالفصل 222 يتعارض مع الدين، ولكن الغريب في الامر هو ان هاد المتشددين مشاو كينبشوا في تراث قديم جدا اسلامي، كينبشوا جبدوا يعني الاحكام ديال الحرق بالنار في الدنيا قبل الاخره. وهاد الاحكام ما كاينه غير عند داعش، هاد الاحكام ديال الحرق بالنار شفناها مؤخرا فاش حرقوا يعني عسكري اردني دارتها داعش، ما كاينش في المغرب. بمعنى هاد الخطابات هي ماشي خطاب سياسي، ماشي خطاب فكري، ماشي خطاب اخلاقي، وانما خطاب ارهابي اللي خصو يتكلف به هو السلطه الامنيه. الناس اللي كيهضروا على الحرق بالنار هذه داعش عندك في المغرب، ما بقاش هذا غتحاور معاه، ما بقاش هذا غيكون معاه نقاش، لانه عنده اساليب اخرى ارهابيه صرفه ومحضه. فكنظن بان السلطه خصها تعيد النظر في هذا مثل هذه الخطابات، شفتي في وخصها تعرف بان هاد المتطرفين راه عندهم واحد الخطاب خطير كيساهموا باش يستقطبوا الناس. ولا بداو هاد المتطرفين سواء من هاد التيار ديال التيارات المتطرفه اللي عندهم قوه جماهيريه وعندهم هاد الخطاب المتطرف، الا بداو هاد الناس عندهم قدره باش يخرجوا مثلا 3 المليون للشارع 4 المليون، راه كيشكلوا خطر على الدوله، كيشكلوا خطر على السلطه، كيشكلوا خطر على الكيان ديال الدوله، وغيخلقوا واحد النوع ديال السيبه. والدليل مثل هذه المسائل ديال التعذيب والجلد والسجن لسبب واحد، هو الافطار في رمضان الذي يعني افطر في نهار رمضان، فلانه غير مسلم، والذي ليس مسلم فلا تلزمه الشعائر الدينيه فقط.